أعزائي الطلبة، وأهلا وسهلا بكم إلى دروس مادة الرياضيات للصف الأول الإعدادي الجزء الثاني. درسنا بعنوان المثلثات، وفي هذا الفيديو سنتعلم الجزء الأول من الدرس. سنتعلم في هذا الجزء كيفية إيجاد قياس إحدى الزوايا المجهولة في مثلث. تذكر عزيزي الطالب أن مجموع قياسات الزوايا الداخلية لمثلث تساوي 180 درجة. مثلا في هذا المثلث تكون قياس الزاوية س زائد قياس الزاوية ص زائد قياس الزاوية ع يساوي 180 درجة. دعونا نأخذ بعض الأمثلة لكيفية إيجاد قياس زاوية مجهولة في مثلث. في هذا السؤال المطلوب هو إيجاد قيمة س في المثلث المجاور، وفي هذا المثلث يوجد زاويتان قياسهما معلوم 30 درجة و 45 درجة. بما أن مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمثلث تساوي 180 درجة، فإن 30 درجة زائد 45 درجة زائد س درجة يساوي 180 درجة. يمكن إيجاد الناتج لـ 30 درجة زائد 45 درجة ويكون 75 درجة، فنحصل على 75 درجة زائد س يساوي 180 درجة. لإكمال الحل وإيجاد قيمة س، سوف نقوم بإضافة سالب 75 إلى طرفي المعادلة، إلى الطرف الأيمن والطرف الأيسر. 75 درجة ناقص 75 درجة يساوي صفر، فيكون الطرف الأيمن هو س درجة. إذن س درجة يساوي 180 درجة ناقص 75 درجة. ناتج 180 درجة ناقص 75 درجة يساوي 105 درجة. إذن س تساوي 105 درجة. إذن قيمة س في هذا المثلث تساوي 105 درجة. سؤال آخر، إذا كان قياس زاوية س تساوي 37 درجة وقياس الزاوية ص يساوي 55 درجة، أوجد قياس الزاوية ع في المثلث س ص ع. إذا المطلوب هو إيجاد قياس الزاوية ع في مثلث. نقوم برسم توضيحي فقط. وليكن هذه الزاوية هي س، وهذه هي ص، وهذه هي ع. قياس الزاوية س 37 درجة، وقياس الزاوية ص 55 درجة. رسم للتوضيح فقط. المطلوب هو إيجاد قياس الزاوية ع. إذن لاحظ عزيزي الطالب، لدينا مثلث فيه زاويتان قياسهما معلوم، والمطلوب هو إيجاد قياس الزاوية الثالثة. لذا فإن مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمثلث تساوي 180 درجة، أي أن قياس الزاوية س زائد قياس الزاوية ص زائد قياس الزاوية ع يساوي 180 درجة. بالتعويض المباشر عن قياس الزاوية س وقياس الزاوية ص، 37 درجة زائد 55 درجة زائد قياس الزاوية ع يساوي 180. لاحظ أن قياس الزاوية س هو 37 درجة وقياس الزاوية ص هو 55 درجة. يمكن إيجاد ناتج جمع
37 درجة زائد 55 درجة، فنحصل على 92 درجة زائد قياس الزاوية عين يساوي 180 درجة. لإكمال الحل وإيجاد قيمة الزاوية عين، سوف نقوم بطرح 92 من طرفي المعادلة، أو إضافة سالب 92 إلى طرفي المعادلة، إلى الطرف الأيمن وإلى الطرف الأيسر. 92 درجة ناقص 92 درجة سوف يكون الناتج صفر، فيكون لدينا قياس الزاوية عين يساوي 180 درجة ناقص 92 درجة. إيجاد ناتج 180 درجة ناقص 92 درجة سوف يكون 88 درجة، فيصبح قياس الزاوية عين يساوي 88 درجة. دعونا نحل هذا السؤال. المطلوب هو إيجاد قياس زاوية ثالثة في مثلث قائم الزاوية إذا كانت إحدى زواياه 53 درجة. رسم توضيحي فقط، هذا هو المثلث القائم. في هذا المثلث يوجد زاوية قياسها 53 درجة، والمطلوب هو إيجاد قياس الزاوية الثالثة المجهولة. لاحظ في هذا المثلث عزيز الطالب أنه يوجد زاويتان قياسهما معلوم 53 درجة والزاوية القائمة، حيث أن الزاوية القائمة قياسها دائما يساوي 90 درجة، فأصبح لدينا في هذا المثلث زاويتان قياسهما معلوم وزاوية قياسها مجهول. لذا فإن مجموع قياسات الزوايا الداخلية لهذا المثلث تساوي 180 درجة. قياس الزاوية الثالثة يمكن إيجاده عن طريق 180 ناقص مجموع قياسي الزاويتين الأخريتين، أي أنه يساوي 180 ناقص 53 درجة زائد 90 درجة. 53 درجة زائد 90 درجة سوف يكون 180 درجة ناقص 143 درجة، فيكون الناتج 37 درجة. إذا قياس الزاوية الثالثة في المثلث القائم الزاوية يساوي 37 درجة. في هذا السؤال المطلوب هو إيجاد قيمة سين في المثلث المجاور. لاحظ عزيزي الطالب أن الزوايا الثلاث لهذا المثلث قيمتها تساوي سين درجة. الزاوية الأولى قياسها سين درجة، والزاوية الثانية قياسها أيضا سين درجة، والزاوية الثالثة أيضا قياسها سين درجة. لذا سوف يكون الحل كالآتي: مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمثلث تساوي 180 درجة. بالتعويض المباشر سوف نحصل على قياس الزاوية الأولى سين درجة زائد قياس الزاوية الثانية سين درجة زائد قياس الزاوية الثالثة سين درجة، مجموع القياسات الثلاث يساوي 180 درجة. سين درجة زائد سين درجة زائد سين درجة يساوي 3 سين درجة، أصبح لدينا سين زائد سين زائد سين، فيصبح الناتج 3 سين، ف3 سين درجة يساوي 180 درجة. لكي نوجد قيمة سين سوف نقوم بقسمة طرفي المعادلة على 3، عند قسمة 3 على 3 سوف يكون الناتج 1، فنحصل على 1 سين، أي سين، و
وعند قسمة 180 على 3 سوف يكون الناتج 60. إذن س تساوي 60. والآن عزيزي الطالب، أجب عن الأسئلة الآتية. السؤال الأول: مجموع قياسات الزوايا الداخلية للمثلث تساوي؟ نعم، تساوي 180 درجة. السؤال الثاني: قياس الزاوية المجهولة في المثلث الموضح في الدراجة يساوي؟ لاحظ عزيزي الطالب، هذا هو المثلث. هذه هي الزاوية، وهي زاوية أخرى، وهذا هي السين. فقياس الزاوية المجهولة في المثلث في الموضح في الدراجة يساوي؟ تذكر عزيزي الطالب أن مجموع قياسات زوايا المثلث يساوي 180 درجة. لذا لكي نوجد قيمة الزاوية المجهولة أو قياس الزاوية المجهولة، 180 ناقص مجموع قياسي الزاويتين المعلومتين. سؤال آخر: قياس الزاوية المجهولة في المثلث الموضح تساوي؟ مئة وعشرين درجة. يمكن طرح مجموع قياسي الزاويتين المعلومتين من 180 درجة. يمكنك عزيزي الطالب الرجوع إلى كتاب الرياضيات للصف الأول الإعدادي الجزء الثاني صفحة 90 وواحد وتسعين لحل التمارين الموضحة. مع تمنياتنا لكم بالتوفيق والنجاح.